حذرت منظمة هيومن رايتس واتش، حذرت في تقرير من أن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان يواجهون تهديدات خطيرة تتمثل في القمع والاعتقال التعسفي، خاصة في ظل الوضع الأمني المضطرب بين حزب الله وإسرائيل. الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى بلادهم، مما أثار مخاوف منظمات تعنى بحقوق الإنسان من تعرضهم لانتهاكات عند عودتهم. من هذه المنظمات Human Rights Watch التي أكدت أن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد قوات الحكومة السورية عند عودتهم، وخصوصاً الرجال، بما يشمل الإخفاء القسري والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز. نائب مديرة الشرق الأوسط في Human Rights Watch آدم كوغل قال إن السوريين يغادرون إلى سوريا حتى مع بقاء الأخيرة غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة، مضيفاً أن الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا. ووثقت رايتس ووتش 4 اعتقالات بحق أشخاص عائدين في الفترة الأخيرة، بينما أفادت منظمات حقوقية أخرى عن 10 حالات الاعتقال الإضافية. وبحسب مصادر مطلعة فإنه خلال العام الحالي توفي سوريان على الأقل بعد ترحيلهما من لبنان وتركيا إلى سوريا في سجون الحكومة، بينما ما يزال 2 آخران مخفيين قسراً منذ أن سلمتهما لبنان إلى الحكومة السورية في كانون الثاني يناير وتموز يوليو. ومن بين حالات الاعتقال التي وثقتها Human Rights Watch رجل كان جندي سابق بقوات الحكومة السورية اضطر بعد 13 عاماً من الإقامة بلبنان إلى العودة لسوريا بسبب الحرب، ليجد نفسه رهن الاعتقال رغم العفو الذي أصدرته الحكومة السورية مؤخراً. معنا من بولندا المحلل السياسي والكاتب الصحفي حسام نجار. مساء الخير أستاذ حسام، كيف الحال؟ شكرا لك. استمعت إلى التقرير، كيف تقيم المعلومات الواردة فيه؟ المعلومات في النقاط جدا سكتة. التقرير إسناد بإسناد، لكن المعلومات التقارير التي وصلت أن هناك أعداد كبيرة جدا تم توقيفها إما عند القصير أو عند معبر المصنع، تحديدا أكثر ما تم توقيفهم هنا، وفي بعض منهم تم إعطائهم مذكرة مراجعة لفروع الأمن، وكثير منهم يقارب 279 شخص إلى الآن لا يعلم أين هم. هؤلاء عادوا ليس قصرا، وإنما تم تسليمهم من خلال الجيش اللبناني، وكذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليهم لعدم وجود أوراق ثبوتية أولا، ثانيا لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية، وثالثا لوجودهم داخل المخيمات. بالتالي الأعداد التي ذكرتموها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا ما وثقته فقط Human Rights Watch. تمام سيدي الكريم، لأن النظام أشهر من على الكون بتلفيق التهم أيا كانت تلك التهم، سواء كانت تهم جنائية، سواء كانت تهم أخلاقية، سواء كانت تهم اختلاسات أو فرار من الجيش أي داخل. وبالتالي ما طرح أو ما ذكر من نتيجة تسليم الجيش اللبناني إسناد فقط، لكن الأعداد كبيرة جدا وقد تفوق هذا العدد الذي ذكرته لك من دون أن نعلم هل هناك آخرون أم لا. طيب، وفقا لمتابعتك للموضوع أستاذ اليوم، ما الذي يدفع اللاجئ للعودة على الرغم من معرفته باحتمال الاعتقال أو الإخفاء القسري؟ سيد الكريم، هناك عودة يدفع اللاجئ للعودة
إذا كان، لكن معظم العودة التي تتم هي ليست طوعية. نعلم أن هناك حملات تقوم بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني طبعاً والجيش اللبناني والميليشيات الإيرانية التي تعمل داخل لبنان وحزب الله. تلك الميليشيات والجيش اللبناني يقوم بشكل دائم بحملات على المخيمات وعلى الأسواق وبمصادرة كل شخص ليست لديه أوراق أو لديه أوراق، وبالتالي يعزز ما يريده النظام من خلال تطبيق مع الأفراد أو مع الجيش النظام وما يسمى الفيش والتشبيب. وبالتالي من خلال هذه الأمور تجعل من الصعب جدا التنقل بعض العناصر الفارة سواء من التجنيد أو المعارضة للنظام من التحرك بحرية كاملة، وخاصة في مناطق بيروت والبقاع والهرمل وبعض مناطق طرابلس وكذلك في الجنوب اللبناني. إذن العملية هي ممنهجة بالتنسيق ما بين حزب الله وما بين مخابرات الجيش اللبناني وما بين مخابرات النظام السوري، بالتالي يضطر هؤلاء أحياناً إلى أن تكون لديهم نية طيبة بالعفو الذي أصدره رأس النظام. لكن كما قلت النظام ليس لديه أمان نهائياً، ويستطيع اتهام أي فرد بأي تهمة ممكن أن تكون، وحتى لو كانت تهمة من أبسط ما يمكن. طيب، أنواع الانتهاكات بشكل عام التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها اللاجئ السوري القادم من لبنان، لديك تفاصيل حول هذا الموضوع؟ تمام سيد الكريم. أولاً بالمراجعة للفروع الأمنية. في المراجعة للفروع الأمنية تبدأ حفلة الشتائم وحفلة الضرب، ومن ثم اتهامه بأنه ينتمي إلى الإرهابيين، أيا كان هؤلاء الإرهابيون، هل هما من جيش الحر أو من غيره من الفصائل، أو أنه فار من الجيش وقد أصاب هيئة الدولة أو هيبة الدولة تحت البسطار العسكري. وتبدأ من هنا تبدأ نقلهم من فرع إلى فرع إلى أن يبقى في الفرع الذي يراد به، وخاصة فرع الأمن العسكري وفرع الأمن الجوي الذي يقوم بأبشع أنواع التعذيب. بعد أن يتم التحقيق مع هؤلاء يتم إما إفراج عنهم من خلال دفع الأموال الكبيرة جدا والتي لا يستطيع أهل هذا المعتقل من دفعها، أو أن يحول إلى فرع آخر تتم تصفيته داخل تلك الفروع، أو أن يتم تزييت أعضائه لبيع الأعضاء بشكل لبعض الدول المجاورة كالعراق ولبنان، أقول بيع أعضاء، وهذا وارد وكان لدينا حلقة كاملة في إحدى المحطات عن هذا الموضوع. وبالتالي كل من يأتي ويتم إخفاؤه أو القبض عليه واعتقاله 90% منهم لا يعود إلى منازلهم إلا بعد دفع الأموال، وإذا لم يدفع فإنه في قيد الميت والمتوفى. طيب، كيف يمكن أن تؤثر اليوم هذه الانتهاكات على قرارات بعض الدول الأخرى المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين أو التفكير بإرغامهم على العودة وتصنيف بعض المناطق السورية كآمنة، خاصة العاصمة دمشق؟ سيد الكريم، هناك خاصة المجتمع الأوروبي، الأوروبيون هم الذين معنيون بشكل أكبر من غيره بهذا الأمر. لبنان وتركيا والأردن، هؤلاء يريدون التخلص من اللاجئين السوريين بأي وسيلة كانت، سواء كانت على حساب الدماء أو على حساب القتل، ولا يهمهم رغم حصولهم على الإعانات الكبيرة جدا من الأموال من منظمات الأمم المتحدة. ما يهم في هذا الأمر هو الدول الغربية. هناك دولتان رئيسيتان تعملان على العمل على ما يسمى العودة إلى سوريا أو إعادة اللاجئين إلى سوريا. أولا تبدأ بإيطاليا. لماذا إيطاليا؟ إيطاليا تعتبر اللاجئين خطر عليها، لأن تعتبر إيطاليا هي ممر عبور إلى باقي الدول الغربية، وبالتالي تحاول منع أو الحد بشكل كبير من هجرة هؤلاء إلى المناطق الأوروبية الأخرى. وبالتالي تحاول ميلينا رئيسة الحزب اليميني أن تقوم بتجميع الأوروبيين بجهة معينة، من أنها تدعي أن هؤلاء يشكلون خطر على المجتمعات الأوروبية، وأن وفدها الذي زار دمشق
وجد أن دمشق آمنة، هناك بعض المناطق خارج سيطرة دمشق تلك هي الخطرة، لكن داخل دمشق هي المناطق الآمنة ومناطق حلب كذلك ومناطق الساحل. لذلك تدعو الدول الأوروبية إلى أن تمنع وصول اللاجئين إليها وأن تعطي مكافآت مالية للاجئين لكي يعودوا إلى بلادهم. هذه ناحية. هناك كذلك قبرص. قبرص الآن تدعو إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة، وهذه المناطق الآمنة هي عبارة عن خيم أو مستودعات أو أيا كانت، وهي عبارة عن سجن كبير توافق على هذا الأمر الأردن ولبنان وتركيا. لكن الدول الغربية تعلم علم اليقين من خلال بعثاتها الدبلوماسية وكذلك من بعثاتها الصحفية أن سوريا غير آمنة، وهي تعلم علم اليقين من خلال كل هذه الأمور أنه ممكن اعتقالهم بأي وسيلة كانت، من خلال تقارير ومن خلال كذلك عملائهم الموجودون على الأرض. لذلك الآن الموضوع موضوع يتعمق ويكثر، وتحاول روسيا الآن أن تجر الجميع إلى داخل سوريا لكي يقولوا أن سوريا آمنة ويجب على اللاجئين العودة. طيب خيارات السوري اليوم بلبنان، ما المتبقي له من خيارات؟ هنا تحتاج توقف طويل وطويل وطويل. أولاً السوري في لبنان يعاني بشتى الوسائل، يعاني من العنصرية من بعض الفصائل ومن بعض العناصر اللبنانية، يعاني من الشظف العيش، يعاني من الضربات التي تضرب حزب الله والميليشيات الموجودة داخل لبنان، يعاني كذلك ووجدنا هناك عوائل عديدة في الجنوب السوري أصبحت بلا مأوى و توفي العديد منهم. إذن ما الحل الآن؟ الحل هي مرتبط بشكل كامل بحل القضية السورية، لكن إذا أردنا حلولا جزئية الآن يجب لأن بوضع حرب، نحن حاليا بوضع حرب، اللاجئ السوري بعيش الحرب بلبنان. تمام سيدي الكريم، لذلك يجب أن يتم هناك حل جزئي إلى أن يتم حل القضية السورية بشكل كامل. الحل الجزئي أن يكون أن تقوم على الأمم المتحدة بحصر الأعداد الموجودة داخل لبنان تحديداً، وأن تؤمن لهم أماكن لو كانت على الحدود أو لو كانت في مناطق خالية، ويكونوا جميعهم تحت سيطرة الأمم المتحدة وليس تحت سيطرة النظام، وأن يتم توفير كامل المستلزمات لهم لكي يأمنوا من خطر النظام وخطر الحرب أو خطر أي شيء آخر. لذلك الحل الجزئي الآن، لكن يجب أن يحل الملف السوري بأسرع ما يمكن، لأن تداعياته تؤثر على المنطقة بشكل كامل وتؤثر سواء على السوري أو على غير السوري. طيب يعني هناك تعيين لمبعوث أوروبي جديد إلى سوريا كما نتابع في الأخبار أستاذ حسام، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من ذلك في طلب مساعدة منظمات الأمم المتحدة لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين وحتى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمن يريد القدوم من لبنان إلى سوريا؟ سيدي الكريم، طبعا هذا خلال الدعوة الإيطالية للاتحاد الأوروبي لتشكيل مبعوث خاص إلى البحث عن موضوع اللاجئين، وأنا ذكرت لماذا تعمل إيطاليا على هذا الأمر. أيا كان يجب أن يتم حصر جميع، أنا أقول ما داخل الحدود أو دول الجوار خاصة في العراق وفي لبنان وفي تركيا وفي الأردن، يجب حصر الأعداد. هذه الأعداد يجب حصرها بدقة، أقول بدقة، أن توضع بأماكن وأن تكون تحت الأمم المتحدة، وأن لا يتم تسهيل الأمر إلى النظام أو غير النظام من الدخول وتهديد هؤلاء أيا كان أنواع التهديد، سواء التهديد بالحياة أو التهديد بالمعيشة أو التهديد بالاقتصاد، إلى أن يتم حل الموضوع. عندها يمكن الوصول إلى المسار العام الذي ينهي القضية السورية من التعقيد الذي هي عليه. الآن الأهم أن يتم حصرهم أو نقلهم إلى أوروبا إلى أماكن محددة أو إلى أي مكان أخرى، لكن يجب أن يتم حصرهم لكي لا يتم التعدي عليهم ولكي لا يتم قتلهم هم في أماكن لجوئهم أو أماكن الأماكن الآمنة أو المناطق. في نهاية الوقت المخصص، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من بولندا، المحلل السياسي والكاتب الصحفي حسام نجار.